كومبو ما عنفتش كومبو. أسخف حاجة في الدنيا إنك تقوم من النوم وتلاقي المية مقطوعة في العمارة كلها. لا وكمان تلاقي حد أخذ الجرنان بتاعك من قدام باب الشقة. طبعا ما هو أكيد حد من جيراني اللي ساكنين معايا في نفس الدور. ولما سألتهم عن الجرنال الأستاذ كمال قال أنا كنت نايم وإنت صحيتني وبعرفش أي حاجة عن الجرنال. والأستاذ سعيد قال أنا صحيت من النوم أخدت دش طويل ولسه خارج حالا من الحمام. والأستاذ شريف قال نعم أنا ما بقراش جرايد أصلا أنا بكرهها. لو أنت عرفت مين اللي أخد الجرنال اتصل وقول لنا مين هو. 1 الأستاذ كمال، 2 الأستاذ سعيد، 3 الأستاذ شريف. اتصل وقول لنا إجابتك على 09155 من أي تليفون أرضي، أو اتصل من أي موبايل على 2355، أو ابعت SMS على 9270. تكسب 5000 جنيه كل 5 أيام، وقابلوني في الحلقة الجاية مع تحيات المفتش كورومبو.